السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير. اليوم إن شاء الله حتكلم معاكم عن تجربتي في تعلم اللغة الإنجليزية. أولا، أنا درست اللغة الإنجليزية في معهد اللغة التابع للجامعة الإسلامية العالمية الموجود في ماليزيا، المعهد المعروف بسلبات. المعهد ممتاز جدا صراحة، أنا شخصيا استفدت منه كثير وأوصي به بشكل دائم يعني لأي شخص يريد تعلم اللغة الإنجليزية. غير المنهج نفسه، في أمور كنت أفعلها في كل واحدة من المهارات هذه حتى أطور لغتي الإنجليزية. أولا، القاعدة العامة اللي كنت أمشي عليها، كنت ما أتحدث لغة عربية إلا للضرورة، لذلك في طلاب كثير زملاء لي ما أعرفوا إلا لاحقا أني كنت أعرف عربي لأني ما كنت أتحدث إطلاقا. وأيضا كنت أصدقائي اللي حوالي اللي كنت أروح وأرجع معهم كنت حريص، بالذات فترة الأولى الغالبية اللي أقضي معهم وقت طويل هم اللي كانوا يتحدثوا اللغة الإنجليزية أو كانوا أفضل مني في اللغة الإنجليزية عشان أستفيد منهم. حتى الجروب الخاص بينا، كان عندنا جروب خاص في مرحلة، ما كنت في مرحلة اللغة الإنجليزية، وأذكر منهم الأخ إسماعيل الأثيوبي، وأذكر منهم الأخ صديق الأندونوسي، مرزد البوسني وغيرهم. أتذكر يعني ما كنت طبعا نتكلم عربي إطلاقا، مع أنه كل اللي ذكرت أسماءهم كان يعرفوا عربي بطلاقة أو بشكل ما، كان كلهم يعرفوا عربي، يعني كان بإمكاننا أن جلساتنا كلها تكون باللغة العربية. أتذكر حتى بعد تقريبا شهرين أو شيء من الجلوس الدائم مع بعض بالذات في المساء، أتذكر يوم يعني كنا نتكلم في موضوع ما، والأخ صديق من إندونيسيا تفاجأ من الكلام اللي قيل، فتكلم بالعربي لأول مرة، أنا ما كنت عارف إني أعرف عربي، فتكلم بالعربي وبلهجة يعني خليجية قوية يعني أقرب للكويتية، وقال يعني هذا وين صار هذا؟ أنا لما سمعته تعدلت، كنت جالس وتعدلت وتفاجأت يعني، لأني ما كنت أعرف إني أعرف عربي أصلاً لأنه ما كان يتحدث. فبعد ذاك فسألته يعني كيف تعرف عربي وكذا، يعني أخبرني إنه هو من مواليد الكويت ومقيم، ووالده مقيم كان في الكويت، ووالده كان أعتقد مؤذن أو إمام مسجد، فتربى هو في الكويت إلى نهاية الثانوية يعني، فلكن القصد إنه كان يريد يتعلم إنجليزي لذلك ما كان يتحدث عربي. فسبب ذكر هذه القصة لكم عشان ننبهكم لمسألة جدا مهمة، إنه لازم تحاول قدر المستطاع إنك تركز على اللغة الإنجليزية. كل ما تتكلم عربي أكثر كل ما أنت تقلل من فرصتك في تحدث اللغة الإنجليزية. وأنا متأكد 100%، أي شخص تجده لو في اللغة الإنجليزية أكثر من سنة راقبوه، ستجد غالبية وقته إذا لم يكن كله يتحدث باللغة العربية. فالممارسة اليومية هذه قوت عندي جانب المحادثة، فصرت يعني تولدت لدي الشجاعة للتحدث بشكل مستمر سواء في الفصل أو خارج الفصل. لذلك مارسوا، لا تعتمد فقط على جانب الأكاديمية أو الجانب اللي تأخذه في الفصل. بالنسبة للاستماع، غير الشيء اللي نأخذه في الفصل، كنت حريص على الاستماع الدائم للغة الإنجليزية في إذاعة اسمها إذاعة Voice of America VOA. هذه الإذاعة كنت أستمع لها بشكل دائم جدا. في كان عندي مسجل صغير مثل هذا اللي يظهر معاكم على الشاشة اللي لونه أحمر، كان دائما شغال على إذاعة صوت أمريكا، وكان لأسباب. أولا لأن الإذاعة كانت تستخدم أكسنت أمريكي مفهوم لي، ما كان سريع جدا ويبلع الحروف. أيضا كان عندهم برنامج جدا ممتاز لتعليم اللغة الإنجليزية، وغير كذا كان عندهم فقرة خاصة بالأخبار للأشخاص اللي يتعلموا اللغة الإنجليزية، اللي في مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية، فكانوا يقرأوا الأخبار لكن بشكل بطيء وينطقوا الحروف بشكل ممتاز، فكانت إذاعة مثالية لي صراحة. طبعا اللي حصل معهم أنهم تطوروا برامج اللغة الإنجليزية، أصبح عندهم موقع كامل لها، الرابط ستجده أسفل هذا الفيديو. أنصح كل شخص عليه يتعلم اللغة الإنجليزية أن يدخل على هذا الموقع. خلوني أيضا أخذكم للموقع نفسه لأريكم الموقع نفسه الخاص بـ Voice of America، لأنه الآن تطور الآن، فممكن تستمع للراديو من خلال موقعهم الإلكتروني أو من خلال تطبيقهم. هو موقع إذاعة Voice of America VOA. عشان تسمع البث المباشر تروح هنا للسن وتضغط هنا بعد ذلك، فهذا هيأخذك مباشرة لي. In the Cold War with the United States, many people believe the nation that controlled space could win any war. فكما سمعتم يعني الآن هذه الفقرة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية، فVoice of America Learning English، فهم الآن عندهم برنامج Sputnik 2. It was much bigger and heavier than. فالظاهر يذكر قصة أو شيء، فجدا جدا مفيد صراحة. لذلك كما سمعتم يعني
نطق الكلام بشكل يعني بطيء جدا. وأيضا إذا نظرت في نفس قائمة الاستماع هنا لسن أسفل لسن، ستجد أوقات الأخبار المختلفة فممكن تنتظرها. ونفس الإذاعة هذه Voice of America عندهم موقع آخر VOA Learning English، فمن خلاله يعني يعلموا اللغة الإنجليزية من خلال مستويات، مستوى الأول، مستوى الثاني، المستوى الثالث، وفيديوهات وغيرها. الموقع صراحة جدا جدا مفيد، فيه صوتيات ومرئيات. أقترح عليكم تلقوا عليه نظرة، وأقترح عليكم تستخدموه لأنه جدا جدا مفيد. يعني حتى هنا هذا قسم خاص بالاستماع الأوديو، وحتى يذكر لك متى البث المباشر في الإذاعة نفسها لبرامج اللغة الإنجليزية. بالنسبة للقراءة والكتابة اللي كنت أسويه، كان في مدرس عندنا كندي أتذكره، أستاذ اسمه عبد المتين، ممكن يذكروا الأخوة اللي كانوا يدرسوا في الجامعة بالذات في ذاك الوقت. فأعطاني طريقة اللي هي قراءة المقالات سواء كانت في الصحف أو في المجلات وتلخيصها عشان أطور مهارة الكتابة والقراءة في نفس الوقت. فهذا الأمر استمريت فيه وتطور معي وساعدني بشكل كبير جدا، لأنه الكتابة عندي كانت جدا سيئة والسبيلينج اللي التهجة أسوأ كانت. فهذا الأمر ساعدني بشكل كبير وطورت هذه الطريقة بعد ذلك وعملتها مثل الملزمة أو الكتاب الصغير، ووفرته من خلال الموقع حق الخاص للتحميل لمن أراد الاستفادة. هذا الكلام كان قبل تقريبا 4 أو 5 سنوات. فالكتاب أتذكر يعني تم تحميله أكثر من 15,000 مرة، فالملزمة أكثر من 15,000 مرة تم تحميلها. فأتمنى كل شخص يعني حملها استفاد منها. فبعد ذلك حبيت أطورها وعملت حاجة أكبر وأوسع قليلا، وما شاء الله تم تحميله أكثر من 8,000 مرة. فحبيت الآن أطور هذا الشيء اللي شغال عليه الآن. لذلك في كثير منكم يسألني عن متى الكتاب يكون جاهز، متى يكون جاهز. يحتاج بعض الوقت إن شاء الله، لأنه يريد أن يظهر بمظهر جيد، فأصبروا عليه إن شاء الله، وإن شاء الله سيظهر عما قريب. وإذا هذا الكتاب ظهر وجاهز إن شاء الله ستجدوا رابطه، لما يكون جاهز سأضع رابط أسفل هذا الفيديو، لكن لن يكون جاهز في الفترة الحالية، يعني شهر شهرين لن يكون جاهز، أحتاج فترة أكثر. فهذه الأمور اللي كنت أسويها لما كنت أتعلم اللغة الإنجليزية، سواء فيما يتعلق بالاستماع، المحادثة أو الكتابة أو القراءة. أتمنى فادتكم، وكل شخص ربما عنده تجربته الخاصة والأمور اللي سواها، فسأحاول قدر المستطاع إن شاء الله أعمل فيديوهات مثل هذه تحدث لكم عن تجربتي الخاصة والأمور اللي كنت أفعلها أنا عندما كنت أتعلم أو عندما كنت أدرس. شكرا جزيلا على المشاهدة، وإن شاء الله الفيديو فاتكم، ونشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.